الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أكدت شرطة محافظة ذي قار وجود محاولات لتهريب النفط العراقي في منطقة الشامية في ظل فقدان السيطرة على جهات التهريب المتعددة. وقالت شرطة محافظة ذي قار إنها تمكنت من إحباط محاولة لتهريب النفط الأسود وضبط المعدات المستخدمة في عمليات التهريب دون الكشف عن هذه الجهات المسؤولة عن ذلك. أكدت هيئة الجمارك في العراق استمرار محاولات عمليات التهريب في العراق بعد ضبط 5 شاحنات تحمل مواد مخالفة من قبل تحريات المنطقة الشمالية. وقالت هيئة الجمارك إنها تمكنت من ضبط 5 شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة لضوابط الاستيراد، موضحة أن الشاحنات كانت تحمل سائلا لمبردات الحرارة دون أوراق رسمية لها، إضافة إلى مواد احتياطية مستعملة ممنوعة من الاستيراد. كشف تقرير لمؤسسة كابيتا بالاشتراك مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي أن تكلفة محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز في العراق أعلى من تكلفة محطات توليد الطاقة الكهربائية الحرارية. وأكد التقرير أن أسباب ارتفاع تكلفة محطات التوليد الغازية تعود إلى نوع الوقود المستعمل، والذي بدوره يقلل الكفاءة ويزيد وقت وكلفة الصيانة، مضيفة أن المحطات الحرارية أكثر كفاءة وأقل كلفة. أعلنت السلطات في كردستان العراق اعتزامها إنشاء 11 منطقة صناعية ضخمة بالتعاون مع شركات عربية وعالمية في إطار برنامج لجذب الاستثمار والتكنولوجيا الأجنبية وتعزيز الاقتصاد. وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة في كردستان العراق فتحي محمد المدرس إن هناك خططا لإنشاء 11 منطقة صناعية ضخمة وقد تم تخصيص الأراضي لها، مضيفاً أن السلطات في إربيل بانتظار الشركات المطورة الأجنبية والعربية للتعاون معها لإنشائها، ومنها شركات إماراتية وأردنية وبريطانية. توقعت تركيا استقبال 34 مليون سائح أجنبي بعوائد تصل إلى 23 مليار دولار خلال الموسم السياحي لعام 2021، ورجحت وزارة الثقافة والسياحة التركية عودة القطاع السياحي إلى نشاطه مجدداً مع بداية الموسم في شهر نيسان المقبل، وذلك بفضل التدابير الصحية الصارمة وبرنامج شهادة السياحة الآمنة الذي تطبقه الحكومة. وفي روسيا كلف إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا خسارة ملايين العمال المهاجرين من الجمهوريات السوفيتية السابقة، ما أدى إلى زعزعة استقرار الكثير من قطاعات الاقتصاد الروسي التي تعمل بفضلهم. وأكد عدد من مدراء الشركات الروسية أن العاملين الأجانب الذين كانوا موجودين في روسيا لم يتمكنوا من العودة إليها عقب قضاء إجازات النهائية عام 2020 بسبب إغلاق الحدود. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.